النوع التاني من الحرارة هو الدراي هيت. دراي هيت معناها ان احنا بنتكلم على ان بنستعمل حاجة مجرد بس انها بتسخن وخلاص، يعني ما بيبقاش فيها اي مويشر خالص. الحقيقة الفكرة فيها او الافكت بتاعها بيجي عن طريق الاوكسيديشن افكت. الاوكسيديشن افكت معناها لو احنا مثلا فكرنا في بعض الاحيان مثلا بنحط في الفرن، مثلا الفرن ممكن يكون كهرباء، ما هواش فرن مثلا يعني فيه نار ولا حاجة، لو حطينا اي ورقة داخل الفرن درجة الحرارة عالية بتخلي الورقة دي تبتدي يبقى لونها اسود بعد شوية، ده بيبقى يعني حصل نتيجة الاكسديشن. نفس الكلام ده بيحصل بالنسبة للجزيئات بتاعة الجراثيم اللي موجودة في الحاجة اللي احنا بنعملها ستيريلايزيشن. فدي الحقيقة يعني الايفكت الاساسي بيبقى نتيجة الاكسديشن. دي بتستعمل في الانسينريشن، يعني بيبقى في عندنا في المستشفى انسينريتور بالشكل ده كده بنستعمله عشان نعمل ستيريلايزيشن وديسبوزل اوف كونتامينيتد ماتيريال موجود عندنا في المستشفى. يعني دي الحاجه بندخل فيها الماده دي بيتم حرقها، اوكي، درجه حراره عاليه وكلها جافه، يعني بيسكلي بتبقى ستيريلايز الاول وبعد كده في الاخر بيتم ان هي حرقها تحرق تماما علشان بعد كده لما تترمي بعد كده في الجاربج او وات ايفر تبقى ما فيهاش مشكله، يبقى البايو هازارد اللي فيها بقى مش موجود. النوع الثاني الحقيقه اللي هو بيستعمل يعني بيستعمل دراي هيت هو الهوت اير ستيريلايزيشن اوفنز. بيبقى عندنا اوفن بالشكل ده كده بيبقى فيه مثلا درجه حراره ممكن توصل فيه حوالي 170 درجه، وممكن نخلي الماتيريال فيه حوالي ساعتين، وده غالبا الحاجات دي بتستعمل مثلا عند اطباء الاسنان، عند الناس اللي هم يعني في بعض الاحيان طبعا حسب المكان نفسه بيعمل ايه، يعني الحاجات اللي زي هي اطباء الاسنان ممكن تبقى اكتر حاجه تبقى ريليفنت، بتحط فيها التولز بعد كل بيشنت ما بيخلص، بيحط التولز اللي استعملت عليه بحيث انها تعقم وتستعمل بعد كده على بيشنت تاني. فبيسكلي بنتكلم على ان بالنسبه للدراي هيت زي ما احنا شايفين كده درجه الحراره اللي احنا بنوصل لها اعلى بكتير من اللي احنا كنا بنوصل لها في المويست هيت اللي هو كان فيه رطوبه. وده الحقيقه الفكره بتاعته ان انتقال الحراره للجراثيم اللي هي على الاسطح بتاعه الحاجات اللي احنا بنعمل لها ستيريلايزيشن بيبقى ابسط بكتير لما يكون في بخار. لما يكون في بخار بيساعد على تخلل الحراره في داخل الادوات اللي احنا بنعملها تعقيم، بعكس الهواء. لما يكون في هواء سخن بيبقى برضو انتقال الهواء انتقال الحراره منه للادوات بيبقى يعني الافيشنس بتاعته بتبقى اقل شويه، فبالتالي بنحتاج درجه حراره اعلى وبنحتاج وقت اطول علشان نقدر نعمل نفس الاستريلايزيشن اللي احنا بنعمله في وقت اقل وعند درجه حراره اقل في المويست هيت.